اهلي رفضوها، ده كان اللي خلاني انا رجعت لتونس وقتها معناها ما كانتش فمانيه باش تمشي للكلوب وقتها كي مشيت لا الامارات انا مشيت الامارات ما فماش ني حتى جمعيه في تونس خاطر بس تقال كلام على انك مشيت على شكل المساكن يعني مش كان مشي كيف كيف الخليج وبعد رجع لاسبيرونس لا لا ما كنتش ما كناش كيف كيف لا وما ديجا مشيناش فردي كيب انا ويوسف يوسف مشى لي كيب اخرى وانا مشيت لوحده الاماراتي وقتها كما قلت لك كان فما معناها كان فما تجنيس الجنسية الإماراتية اللي دارنا وعائلتنا عائلتي كانوا رافضينه وكاو هذاك اللي صار ورجعت من غاديك رجعت صار دي كونتاكت مع جمعيات في تونس مي واحد يحب جمعية يحب الكلوب جيت للكلوب تو بعد 12 عام تعتبر الديسيزيون هذاك صحيح اني ما قبلتش الجنسية ولا غلط ندمت عليه كيفاش بالضبط؟ واحد ما ندمش صحيح بعد ما اخذر لي ما خصوصا انك ساعات بالحق او بالرسمي مش كل حاجه تنجم تكون كل حاجه تنجم تكون فلوس ليه بالعكس انا جنسيتي نفتخر بها ونفتخر بروحي انا تونسي ما فماش علاش باش نحي جنسيتي معناها كان حاجه ربي كاتبها لك باش تاخذها يزمك تكون تونسي نفتخر اللي انا اليوم تونسي ومعناها وبالعكس فرحان برشا اللي انا اليوم في النادي الافريقي فمش حتى ما عنديش مشكل. نتفكر وقتها جاك اوفا من اسبيرونس ولا كانت تحب عليك علاش فضلت الكلوب وقتها؟ كيكاو معناها انا نحب ان احنا عائله كلوبستيه معناها عائله كل تحب الكلوب افريكا ومعناها ما كانش قرار صعيب معناها خدي ريكت قراري معناها جاني اوفر كلمني الاجون تاعي قال لي جاك فما ديز اوفر من جمعيه التوانسه قلت له شكون؟ قال لي فما جمعيه الكبار نتاع تونس قلت له نحب نمشي نادي الافريقي ما. انا ما كانش ما فهمش برشا تخمام انا اخترت ديريكت نادي مش اكثر اوفر فلوس ولا حاجه مش على جمله لا 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 فمش ماهيش حكايه فلوس وقتها انا صغير 17 سنه وقتها مش نخمم في الفلوس نخمم في باش نبدا كارياري في جمعيه كبيره باش نظهر ماهيش حكايه فلوس لا الحكايه ماهيش حكايه فلوس جيت حكايه فلوس راني خديت الجنسيه وراني توي امارات وراه الشيخ عطوك كان عنده يد وقتها في انك مشيت للامارات لا لا كنت انا والاجون تاعي لطفي زروق اللي توجه له بالمعنى عمل معي كان الخير وكان معناها انسان طيب معايا وهذاك هو لطفي زروق من الناس الكل تعرفوا لطفي زروق انتمائه اللي هو من يحب ترجي رادي التونسي مي ما كانش فما ضغط فما انسان تعامل معك بكل احتراف معناها انت شنو الجمعيه اللي تحب تمشي لها راه الجمعيه هذه جاتك انت تحب تمشي ولا ما تحبش بيان سور انا اخترت نادي الافريقي وكما قلت لك اليوم فرحان اللي انا موجود في النادي الافريقي. التجربه في المونديال 2007 شو بقى لك منها وقتها؟ والله هو اكسبيرينس كبيره هو بالنسبه لي انا كنت مش العب كونتر جمعيه كبار كونتر منتخبات كبار في كوريا وقت لعبنا كونتر بلجيكا كونتر فرنسا نتذكر امريكا فرنسا في الانكار لعبنا كونتر امريكا ما اكسبيرينس واحد تعلم منها برشا حاجات مش تعرف معناها النيفو مانيش كيف في معنا عملنا كوب دو موند باهيه برشا زاد في صحيح ما قدمناش برشا مي كيما قلت لك والحاجه الباهيه اللي رحنا ربحنا ايكيب باهيه وقتها اليوم تشوف يوسف صحيح برشا جوات وقتها نقولوا ايكيب باهيه ما هما اغلبهم ما وصلوش لعبي هذوك الله غالب رغم اللي كنا نستناو منهم برشا خصوصا بعد الروندمون كبير شفناه وقتها فما برشا حاجات ماهيش باش تكون كان من الجوار معناها فما حاجات تنجم تكون زاد من جمعية لازمك انت تقف مع جوار نتاعك سبحان ربي جوار انسان ينجم اليوم في نيفو غدوه يطيح النيفو مي مش وقت اللي جوار يبدا في نيفو كبير الناس كلها تبدا معاه ونهار اللي يطيح شوي لا ما عادش فيه ويزمو يمشي على روحه سبحان الله انت في دارك ما تنجمش تكون كل يوم نفس البشر هذاك اللي صار معني اصحاب الحاجه التغيظ اللي احنا ما نعدينا عوام برشا مع بعضنا معناها في رمشة عين الناس كلها تفرقت كل واحد مشى على روحه هذيك الحاجة اللي تغيظك معناها عشنا يمكن 6 سنين مع بعضنا أكثر معناها كيب ولينا عائلة معناها نشوفوا بعضنا أكثر ما نشوفوا عائلاتنا هلا غالب هذيك الكورة ما عادش كونتاكت جملة توا ليه ليه فما كونتاكت ليه ما عادش الكونتاكت نتاع قبل معناها اللي صاحبك نهار كامل تشوف فيه كل واحد توا شاف اموره كل واحد اللي عنده صغاره واللي عنده كل واحد لاقي في روحه اما بارابور لي جارديان ما كنتش انت جارديان الاول كنت ظهر لي حبيب التونسي وانت وشويه محمد السويدي تفكر الاسامي حتى لتو ظهر لي انت كهو وصلت تسمى
كنا في السنتر، كنت انا وحبيب التونسي محمد علي سويدي، وكان معنا صبري من قروان زاد، كنا اربعه. ما مشيش مونديال، لا مشيش، مشينا ثلاثه بركة المونديال. كنا الثلاثه هذوما. صحيح ما كنتش كي مشيت ليكيب ناسيونال، مانيش انا البريمي غارديان. فما حبيب التونسي، وبعد محمد علي سويدي، وبعد فيلف عندي كنت. اي مانيش انا كي مشيت ليكيب ناسيونال. ديجا انا كي مشيت ليكيب ناسيونال من الاول ما عملتش ستاج مع الكادي، عملت ستاج مع الجونيور، معناها اللي اكبر مني، مع 89 عملت، وقبلوني فيه وقتها ومشيت دخلت السونتر. كيما قلت لك صارت وقتها كا حبيب التونسي تضرب في يده، معناها يده تكسرت، واحنا ماشيين عندنا كاس شمال افريقيا في الجزائر. من وقتها معناها لعبت، عديت ماتشات باهين وكملت من وقتها، من معناها وقتها كملت انا نلعب. باهي عاطف من وقتها 12 عام تو في الكلوب هكا ولا 12 عموما. ما قلنا عاطف الجارديان الاول في الكلوب، ممكن باستثناء الموسم هذا ظهر. صحيح. علاش؟ ما عرفش، هذه حاجة ما نجمش نجاوبك عليها أنا، خاطر كل عام أنا في كل عام في الكلوب أفريكان. كي جيت 2007 معناها موجود عادل نفزي وقتها، معناها حتى واحد ما ينجم يشك في عادل نفزي، ما حد تعلمت منه وبقيت معاه برشا على البنك. وقت اللي أنا مش ناخذ فرصتي أخذت فرصتي، صحيح أخذت فرصتي صغير تضربت فيها، فما برشا حاجات صارت، معناها هذاك كوزين انتير اللي يقعد ديما في جمعيتي ما حد نضى بيه ما يحكيهوش. مي معناها انا ما نجمش نجي المسؤول ولا نجي رئيس الجمعيه نقول له انت اللي ما يلزمكش تجيب جارديان خاطر انا لازمني نلعب. لا، هذاك شوا تاع رئيس الجمعيه ومتاع مسؤولين في جمعيتي، نحترمه. بالعكس كي يجيب لك جارديان انت يلزمك الظهر اللي انت راك موجود وتقعد تخدم، ما تنجمش تهبط يديك وتقول لي راهو صاي جابوا لي جارديان نمشي على روحي وما عادش حاجه. لا بالعكس، حاجة هذه أنا بالنسبة لي أنا حاجة هذه علمتني كم نخدم على روحي، تخدم تتفرج تستنى بقعتك، وقت اللي تجي بلاست، وقت اللي تجي وقت باش تلعب فيه تقدر موجود وكاهو. ما كيفاش تقيم روندمون نتاعك 12 عام هذوما وعدم التواجد بانتظام في التشكيلة أثر عليك؟ نجم نقولوا شوية صحيح كما قلت لك، راهو ما أنا ثم دي شوا صاروا متاع رئيس جمعية متاع مسؤولين خيروا باش يجيبوا جولة ويبدا عاطف مش موجود. مقصود هو الا جوست شوا تكنيك؟ لا ما عرفش وقتها، فما شكون يستهدف عاطف الدخيلي والا جوست شوا؟ فما عام كنت مستهدف فيه، معناها ما نحبش نجبد عليه، قعدت وصلت ترينيت مع الكادي عام قداش؟ عام الشامبيونا 2015 الشامبيونا نتاع اخر شامبيونا اللي هزيناه 2015. من شكون؟ من مسؤول ربي يهديه، معناها مش لازم نقعد ونرجع فيه. كيما قلت هم مسؤولين كانوا فما وقتها منصور الوحيشي يوسف العالمي، هذوما مسؤولين كانوا وقتها. شوف قلت لك هذا كويزين انتر نتاع جمعيتي ما نحبش نحكي فيه، ما نحبش كان واحد ظلمني ولا واحد. كيما قلت لك انا وصلت نيت مع الكادي، معناها تصور واحد جارديان في الكيب سينيور. علاش كادي بالذات يوصل يترين؟ خاطر ما خلونيش حتى نترين مع الاسبوار، وصلت ما خلونيش نترين مع الاسبوار، يقول لك ليه ما ترينيش انت مع الاسبوار؟ علاش معناها يحبوا يفسخوا لك وقتها شنو بالضبط؟ والله انا وقتها معناها قالوا معاطف ما حبش يعاود الكونترا نتاعه، واللي هذا ما صار الجمله، معناها انا عيطت ولي حكيت معاهم في الكونترا نتاعي. صار بيان سور انت مش عيط لك واحد باش تحكي على الكونترا ماكش باش تقول اوكي موافق من الاول. كيف باش تفهم النيغوسياسيون؟ يعطيك الصح، مش من اول وقت من اول نهار تقول لي سي بون وقت كل شيء. لا بالعكس فما مسؤول العام هذاك شد صحيح باش انا نبدا موجود. وعاطف سمينا يا سامي عاطف نقولوا يوسف العلمي، انا وقتها يوسف العلمي. اي دونك موت هذا هو اللي عمل لك المشكله. انا ما قلتش خويا انت قلت باهي يوسف شد صحيح باش انا نبدا موجود. مي كيما قلت لك فما حاجات اقوى من يوسف وقتها. قال لك لي عاطف ما لازموش يكون موجود في الكيب ا، انا في الكيب حتى في الكيب بي اللي هي كيب سبوار، معناها يقول لك لا ما ترينش معاهم ومش ترينا. بالنسبه لي انا عندي اوبجيكتيف لازمني العام هذاك نترينا حتى مع ليكول ما يقلقنيش. مش ترينيت وصلت بالحق، وصلت ترينيت مع الكادي في البارك. تشوف انه شوا تكنيك والا عفا عنده حاجه مع عاطف؟ ما نعرفش والله، نجم يكون شوا تكنيك، نجم يكون انا غلط، نجم يكون انا غلط وهو يشوف اللي انا ما يلزمنيش نكون موجود. مي انا كي انت ما معناها احنا نتعاملوا كجوار بروفيسيونيل، انت ما حشتكش بيه تفسخ له كونتراتو وتقول له برمشي على روحك. معناها حتى كان قلت لي برمشي على روحك باش نقول لك اعطيني فلوس نتاع جمعيه نسالها لك سيرتو جمعيتي، قول لي برمشي على روحك نمشي خير من اللي نقعد عام كامل ما نلعبش. بالحق خاطر واحد كي يقعد عام كامل ما يلعبش ومن بعد سيرتو العام من بعد وترجع تلعب، ترجع انت تلعب.
ماهيش خرج فاروق وقتها بعد ليه وقت فاروق معانا مي صارت صاروا له شوي مشاكل وقتها في شوي مشاكل صاروا شخصية حاجة هكا مشاكل ليه مش مشاكل شخصية شوي مشاكل في الجمعية وقتها ما معناها خيروبش يقعد على البنك وقتها لعبت انا يعني وبعد رجع فاروق يلعب معناها ما كانتش كما قلت لك ما تفهم شيء معناها المشاكل تفضل شكون في التشكيلة ما تفهمش فما دو جارديان فما بريمير جارديان اللي هو وقتها فاروق بن مصطفى ومن بعده يكون سيف ومن بعده يكون عاطف من بعد العام اللي من بعده انا جيت نلقى روحي نلقى فاروق يلعب من بعد لعبت انا ومن بعد رجع فاروق يلعب ما تفهمهاش معناها مرة يطلع شو مش الفومه كنت تفضل شكون في التشكيله المشاكل اللي عنده مشاكل ما يلعبش اللي ما عندوش مشاكل هذيك هي وقتها البيريود هذيك هكاك بي لعبت مع عادل النفزي كما قلت لي انت سامي النفزي بن ايوب فاروق سيف الشريفي بلبولي وقتاش حسيت روحك مظلوم عاطف وتستحق تلعب وفما شكون فراس شكون في بلاستك قلت لك انا اخذر لي ما نحسش روحي مظلوم علاش ما نحسش روحي مظلوم على خاطرني انا نحترم الشوام تاع الانترونور قلت لك الانترونور قال عاطف باش يقعد جرادان انا نحترمه نحترم الراي نتاعو نجم نمشي نحكي معاهم بعد الماتش نقول علاش انا نكون علاش انا كنت روزيام ولا علاش انا ما لعبش على البنك لي بالعكس انا من النوع اللي ما نمشيش نحكي مع الانترونور نقول علاش ما نلعبش ولا لي. نحترم الشوام نتاعو مي نوري في الانترومون اللي انا راني نستحق نلعب في الانترومون نعمل الماكسيموم نخدم على روحي ما نمشيش ما نحبش نحكي في التريك ان يجي يقول لك عاطف احكي عليا ولا لا بالعكس انا خويا في التيران وريه اللي انا نستحق نلعب ما يمكن مع صارت مره تظلمتي مع عامتي جابوي من بن ايوب خاطر انا كملت مع فوزي 2013 كيكا 2013 ولا قبل لا قبل بالقدا خاطر انا كملت السيزون تاعي وقت جابوا فوزي بن زرتي وفوزي بن زرتي عطاني وقتها خليني باش نلعب معنا خاطر انا وقتها كي جا فوزي بن زرتي انا ما نلعبش انا وقتها جاي معناها مازلت يمكن مازلت صغير وزيد مازلت مانيش العباد مازلت تعرفنيش بالقدا انا عاطف اللي لازم يكون يلعب ليه بالعكس فوزي بن زرتي عطاني الثقة وخليني نلعب وكملت السيزون يمكن 5 ولا 7 ماتشات كملتهم انا جات عندنا كوب دافريك وقتها الكلوب نلقى روحي مانيش مقيد في الليستا علاش خاطر الشوا اللي هما جابوا جارديان الجارديان جابوه شراوه جارديان بالفلوس لازم يكون موجود في جابوه من ايوب اي من بن ايوب وقت جابوه من جريس مع دي سيزون باهيه خيروا باش يكون عاطف حتى على البنك لير حبوا يحيوك معناها نحيت لا تنحيت مشيت الباجة عامتها لا العام اللي قبلها مشيت الباجة ميت نحيت من الليسة نتاع الافريك ما تحطيتش في الليسة كنا باش يقيدوني ومن بعد شكون كان موجود وقتها؟ موجود ايمن بن ايوب وسامي نفزي ومعرفش شكون اخر وقت تحس فما شكون كان يفرض في حراس معينين في التشكيلة ولا هل صار منه اما طلب فما شكون طلب منك مقابلة مثلا باش تلعب؟ موجود هذا اكيد في تونس تعرف صارت معك انت ولا لا؟ ليه انا صارت لي وخسرت المشكله هذه صارت مشكله قبل في معناها العام اللي قعدت فيه ما كورتش فما شكون مش مسؤولين ما هو مسؤولين خاطر ما نظنش كان فما مسؤول فين مسؤول شد النادي الافريقي ويحكي بالفاسون تاعك فلوس ولا يزمك فلوس ولا فهمش منها هذه فما واحد ما عارفش ينجم بالنسبه لي انا ما نجمش يكون صحافي ولا يكون حاجه انسان يكتب على روحه هذا صارت مشكله وقت حاب يقابلني بسيم الرياحي وقال لي لازمك تقابله ولازمك شنو صحافي معناها هو صحافي هو زعما صحافي شنو فما زعما فما صحافي خاطر الصحافي نظيف ما يقولش اعطيني فلوس باش قابل فلان وفلان هو رئيس جمعيتي نجم انا ندق الباب وغدوه نمشي له مش بلازم انا نتعدى له على طريق شكون معناها يطلب منك فلوس باش انت ترجع تترين في النادي الافريقي وي باش يكتب عليك بالباهي لا لا ما حشيش بيه لا باش يكتب عليه بالباهي وخاطر عمر ما كتب عليه بالباهي وما حشيش بيه باش يكتب عليه بالباهي خاطر الجمهور نادي الافريقي كله يعرف الانسان هذا شكون ما ربي يهدي هو يعرف روحه كان يسمع فيا تو يعرف روحه خاطر اريد نحكي لك حاجه تمركب بيناتي العاطف وقتها دور عليه جمهور والبريود هذيك جمهور ما نحكي لكش معناها حتى تقول صباح خير صباح يشوف في شيطان يكتب ولا راديو ولا لا يكتب وصل لا يكتب بون اللي معروفين يكتب على كلام العابد يكتب ما قلت لك ما نحبش نجبد الاسامي انا
يوصلك وصل لك تب عليه يخطك بينتي نقبله عاطف حارس الأزمات وحارس اللي بيه وحارس اللي عليه وصل معناه كره الجمهور فيه مش معناه مش الجمهور الكل فيه فما فئة تقرأ جرايد وفئة تقرأ فيسبوك وصل معناه بالحق عمل علي حملة البيرودة ذيك اللي عباد ولت ماذا به غير ما أشوف وجهي وقتها وكهو بالحق ويمكن وقتها سيبني كي صارت المشكلة انتا وقت صارت المشكلة الأكسيدون اللي صار لي وقتها ما عادشي حتى ما حبيش أعطيه فلوس معناها ليه وقتها مش معشيك معناها نحاني من راسه ومشي على روحه وقول لك أخويا دي رو بطل الكورة وضربت وديك تبطلوا في الكورة ولا رتوي بطل بلكش يبطل خاطر هو معاش يكتب ينجم يكون ولا هو معاش يكتب معاش يكتب ينجم يكون عندك برشا هذا ما قريتش الشروق ليه ما نقراش الشروق وما نقراش جرايد جملة بالحق ما نقراش جرايد علاش خاطر كان مش تقرا جرايد وتتبع كلام الجرايد باش تتعب انت انت خويا كيما تحمل كيما اليوم يكتب عليك هو بالباهي ولا يكتب عليك بالباهي ولا على الصحافي غدو يكتب عليك بالخايب كيما تقبل النقد كيما تقبل العباد اللي تشكر فيك مي كي واحد يشدك كل يوم تك تك وانت عاطف بيه حارس الازمات حارس الهكل حارس هكا حارس زاد ما واحد تبدا ساعات تشك في روحك تقول بالكش انا البونتو هذا مني وصلت بالحق ندخل كل ماتش نولي نقول زعما عاد في البونتو هذا منك انت علاش عملت هكا معناها وصلها وصل بالحق شككني في روحي كيما ربي يهدي اما قد ما تثبيت عاد ما رديش الفعل مع الجمهور ولا عمرك ما سيرتو جمهور الكليب عمرك ما ترد الفعل معاه ما كنت كذا انت كانت تصير تعركه انت واخوك ولا انت وابوك في الدار ما تنجمش ترجع الفعل مع ابوك ولا اخوك ولا امك ولا جمهور النادي الافريقي كما قلت لك معناها الجمهور هذيك عائلتي ما ينجم هو ينجم يكون متغشش عنده الحق باش يتغش على جمعيه والظروف تاع الجمعيه اللي تتعدى بها ينجم اي واحد يتغش عليه مي ما تنجمش ترجع الفعل انا واحد من الناس ما نجمش ترجع الفعل صرتو يكون ولد جمعيتي ولا سبني به ثمانية متاع مازنبي تعتبر نفسك مستفيد منها عاطف كيفاش مستفيد منها رجعت تلعب لا لا فمش حتى واحد مستفيد من ثمانية متاع مازنبي كنت كان سيف الشرفي جارديان اساسي بعد ثمانية ذيك رجعت انت جارديان حتى واحد ما يحب يكون في بلاصه سيف نهار هذاك وبالحق ولا انا بالنسبه لي انا جارديان كيف هيك عنده انا جارديان كمل ماتش ورجع يترينا من بعدها جارديان عنده شخصيه ما صحيح خسرنا وماتش لنسيان هذاك مي ما نحبش تكون معناها الحكايه هذيك صارت باش عاطف تخيل يرجع يلعب ليه بالعكس كان انا ما رجعتش من بعد لعبت ومن بعد ناحيه رجع يلعب بالبولي بالعكس ما كملتش انا كلعب تعتبر سيف انتهى بعد ثمانية ذيك ولا قادم نجم يعرف ليه سيف مازال صغير معليش ما انتهى تي اكبر لك قول لك خسرت ما نعرفش انا خوليو سيزار مع البرازيل خسر سبعه يدور يكون ولا ما نعرفش سته كونتر رومانيا سبعه سيف معناها ما سي انتهى وقتها باتصال بين انت وسيف تحكي معاه صاحبي وان شاء الله على قريب ان شاء الله صاحبي يرجع معنا وان شاء الله ربي يوفقه باش يرجع للكلوب انا مو باش يرجع جمعيته هذيك ما عنده ما فهمش علاش ما علاش تم استغناء عليه هو ده. والله هذيك حاجات ما نعرفهاش انا فما حاجات ما تعرفهاش ما تحبش تحكي فيها لا والله العظيم ما نعرفها والله العظيم هذيك حاجه معناها حاجه بينه هو وبين بين الجمعيه ما نجمش صحيح عندك حق شنو هو سبب الانهيارات هذا عاطف انت قريب من المجموعه والله العظيم ما تصدق بالله الى يومنا هذا واحد ما يعرفش كل سبحان ربي ريت احنا نترناو بير نهارين هذوك عملناهم نهارين مطر تصب وتقص عالمي والناس كلها ترينا والناس كلها حاطه في قلوبها باش تلعب ماتش باهي وكل شيء نهار الماتش تقول داخلين لجهنم نكوروا بالحق السخانه ما تحملش لا انا عرفت اصحابي لا هم الاولانيين عرفوا رواحهم ماتش بالحق ماتش انا واحد ماتش للنسيان هذاك فمش حاجه تخلى صاروا مثلا هنقول لك شهاب اللي مثلا لما حل قام كان فما سابوتاج من لاعبيه اللي هو فما واحد يعمل سابوتاج مع الكلوب معناها انت تنجم تحفر حفره ما عرفش عندك امك تشوفها معناها باش تغرق وانت تحفر لها حفره تتغرق امبوسيبل ما عندناش في الكلوب افريكان شكون ينجم علاقتك ما كانتش باهيه برشا انت شهاب اللي ظهر لي لا بالعكس نحترمه وانترنر خدمت معاه ما شفتش منه العيب ما شفت لا شاف مني العيب لا شفت منه العيب اي صارت مكلموني وش بيناتكم هزيت دبشك من الفستيال واحد ما تسيا بي انا مرة واحد ما تسيا بي ما تسيا بي احنا ثلاثة جارديانات معناها حط بالبولي يلعب نهارتها
وسيف على البنك وانا طلعني جرادا. انا كي بدا بجبد الماتش تتروح يروح، ما انا ما روحتش انا كي هو قلعت في جرادا، انا كي قلعت في جرادا خزيت دبشي خرجته حطيته في الكهرباء وطلعت لفوق. الاربيتر زفر وبدا الماتش يمكن ربع ساعه كيك وزيت روحي وروح، ما انا هذا حقي باش نروح نتفرج الماتش في الدار. كيفاش كانت رد الفعل نتاعو وقتها؟ بعد كنا هناك رجعت مش نترينا، قالوا تمشي ترينا في السبور، انا بعدوني على الكيب جماعه. وبعد ما انا خاطر حتى قانونيا ولا ما عملتش حاجه ضد الجمعيه انا، ولا عملت حاجه خارج القانون الداخلي نتاع الجمعيه. واضح. دونك تلتحق بينا زميلتي اسماء المد في الاخبار، اش عندنا اسماء؟ 4.6% هي نسبه اقبال الناخبين التونسيين بالخارج على مراكز الاقتراع. دونك نمشيو للاخبار بعد مواصلين الانترفيو تاعنا مع عاطف الدخيلي. عزيزي نشاركوا في انرجي فاميلي تشالنج.